السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الأخوة الأخوات، أهلا وسهلا بكم مجددا في قناتي وقناتكم الحياة مدرسة مع أم محمد. إن شاء الله قبل ما نبدأ كنشكركم جزيل الشكر على التتبع ديالكم. إن شاء الله بإذن الله كما كتلاحظوا عندنا واحد الدرس ديال مادة صرف التحويل اللي هو جمع التكسير، ونتمنى تلقاكم هذه الحصة في أحسن الأحوال وبصحة وعافية ان شاء الله باذن الله. الا كنتو كتلاحظوا تشوف الصبوره عندنا جمع التكسير. اذا جمع التكسير، ما هو جمع التكسير؟ ملي كنشوفوا جمع هو من خلال الكلمه ديال جمع هو راه جمع، وما دل على اكثر من اثنين او اثنتين، اللي اكثر من جوج الناس ولا اكثر من جوج ديال الناس مذكرين ولا اكثر من جوج ديال الحاجات مؤنث. حنا كنحاولوا ما امكن نبسطوا الشرح ديالنا. عندنا هنا جمع التكسير، شوف غير انا من خلال هاد التكسير، حيت عندنا جمع المذكر سالم وعندنا جمع المؤنث سالم. عندنا هنا جمع التكسير هو على سمي التكسير لانه كسر القاعده، ما عندوش واحد الوزن معين كتمشي عليه يمشي عليه هاد الجمع. هذا هو المفهوم ديال التكسير، بخلاف جمع المذكر سالم ولا جمع المؤنث سالم. جمع المذكر سالم عنده واحد القاعده، انه جمع المذكر سالم كيتعرف باش بزيادة المفرد ديالو كيبقى سالم، يعني تيتسلم من إسلام ومن التغيير، وكنزيدوه الواو والنون في حالة الرفع، وكنزيدوه الياء والنون في حالة النصب والجر. وجمع المؤنث سالم كذلك كنزيدوه بألف وتاء، الشكل كيبقى على حسب الموقع ديالو، يعني غير في الحركة فاش كيتبدل. إذا هنا جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم كان عنده واحد الوزن معين، عنده واحد القاعدة كنمشيو عليها في جميع الكلمات اللي غادي يرجعوا نحولهم لجمع المذكر السالم ولا جمع المؤنث السالم، عنده وزن واحد وقاعده واحده. هنا جمع التكسير لا، كل يعني جمع التكسير ياخذ او صور ديال اوزان مختلفه، كل كلمه عندها الوزن ديالها. الا مشينا لاحظنا هنايا غنشوفوا مزيان في الجدول، غيبان لينا هنا كتاب، كتاب هذا في المفرد ديالو، هنا كتب. واش اللي رجعناها للجمع، واش المفرد ديالو سالمه من التغيير كما الحال بالنسبه لجمع المذكر السالم؟ لا. اذا جمع التكسير لا يسلم، يعني يتغير المفرد ديالو، الصوره ديال المفرد كتغير، ما تيبقاش بحال جمع المذكر السالم. هنا كتاب، هنا كتب. اذا تغيرت الشكل ديال المفرد ديالو، تغير في الجمع. وجمع التكسير الاوزان كل مره عفوا، هنا شوفوا مزيان كتاب كتب، اش هو التغيير اللي وقع في هذه الكلمه ديال كتاب؟ نقص عنده واحد الحرف اللي هو المد. كتب، اذا هنا اش التغيير اللي وقع؟ النقص من المفرد. اذا الاشكال ولا الانواع اللي كيجي عليها التغييرات اللي كتوقع في جمع المذكر السالم، يا اما انه كيتنقص من المفرد ديالو، بحال هذه الحاله هذه نقص من المفرد ديالو، كتاب كتب. اذا هذا بالنسبه للكلمه الاولى. وعندنا كلمه كذلك رسول، شوفوا مزيان رسول، واش بقى المفرد ديالو على الشكل، يعني واش تغير المفرد ديالو ولا ما تغيرش؟ نعم رسول، اذا المفرد ديالو تغير. اش وقع؟ شنو هو التغيير اللي وقع في هذه الكلمه؟ انه كذلك تحذف نقص من المفرد، يعني تنقص واحد الحرف من المفرد. شفتوا كيفاش المهم الكلمات الاولين، يعني انهم جاوا الجمع ديالهم نقص من المفرد. اذا هنا جمع التكسير كما قلت، يعني كما قلت سابقا انه جمع التكسير ما كيبقاش كيتغير الصوره ديال المفرد ديالو في الجمع، وكل كلمه على الوزن ديالها كتجيب واحد الوزن ديالها، ما عندوش وزن معين ولا وزن واحد. اذا كاين ياخذ صوره ديال اوزان مختلفه، يا اما حذف الحرف او الحرفين، ربما غتصادفوا شي كلمات اخرين تحذفوا منهم جوج الحروف، ربما نصادفوا شي كلمات اخرين تحذفوا منه كما قلت حرفين او حرف، يعني على حسب الجمع ديال الكلمه. نشوفوا الامثله التالية، هاد الامثله ديال حربون وعودون وطفلون. عندنا حربون، شوفوا مزيان الجمع ديالو حروبون، واش بقى المفرد على الحاله ديالو على الصوره ديالو ملي جمعنا هذه الكلمه ديال حربون؟ هل بقي
يعني المفرد ديالو بقات الكلمه على المفرد ديالها على الصوره ديالها. لا حرب كاين هنا تغيير، حروب. اشنو هو التغيير اللي وقع في هذه الكلمه؟ هذه زياده ديال هو التغيير ديال الشكل، تغيير ديال الشكل، وكذلك زياده حرف. اذا الزياده على المفرد يا اما بحرف ولا حرفين. حنا عطيتكم غير امثله، هذه راه كاينه غتصادفوا بعض الكلمات كذلك اللي كيكون الجمع ديالها كيتزاد على المفرد حرف ولا كيتزاد جوج حروف على حسب كل كلمه. عندنا عود كذلك، اعواد، اعواد شحال تزاد هنا؟ تزادوا جوج الحروف. هنا عود واحد جوج ثلاثه، هنا واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه، تزادوا جوج ديال الحروف زياده حرف كما قلت او حرفين. هذا هما الصوره الاوزان اللي كيجي عليها الجمع التكسير. عندنا كل كلمه والوزن ديالها، ما عندهمش واحد الوزن موحد ولا واحد الوزن، واحد الوزن كل كلمه وكيفاش كتجي في الجمع ديالها. هذا هو التغيير ديال بينها وبين جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم. عندنا طفل، اطفال بحال طيف، بحال الجمع ديال الوزن ديال هاد عود وطفل بحال بحال اطفال. هنا كنلاحظوا ان كذلك الجمع هنا زياده ديال جوج ديال الاحرف. اذا عندنا يا اما يجي نقص من المفرد بحرف او حرفين، يا اما ان ياتي بزياده على المفرد بحرف او حرفين يعني، وكذلك بتغيير ديال الشكل ديالو، حيت هنا تغير الشكل حرب ولا عندنا حروب، تغيرت الشكل تغير. عود اعواد مع تغيير الشكل، يا اما ان ياتي اسد اسد ولا كنقولوا اسد. زعما كاع هاد الجمع راه صحيح، يا اما نقولوا اسد ولا اسد، هذا جمع ديال ولا اسود. هادو كلهم جموع ديال كلمه اسد. هنا هزيت غير اسد ولا اسد باش نعرفوا ان اش اللي تغير في هذه الكلمه. هذه تغير فقط الشكل، ما زدنا لا حرف لا حرف لا جوج، يعني تغير فقط الحرف اللي عفوا تغير فقط الشكل. اذا جمع التكسير هو ما دل كما قلت على اثنين او اثنتين اكثر من على عفوا هو ما دل على اكثر من اثنين او اثنتين، يعني اكثر من جوج واكثر من جوج ديال المذكر وجوج المؤنث. وجمع التكسير يتغير صورة مفرده في الجمع، الصورة ديال المفرد ديالو كيتغير في الجمع، يتغير يا اما بالنقص من المفرد بحرف او حرفين، اما الزياده بحرف او حرفين مع تغيير الشكل، يا اما فقط بتغيير يعني شكل المفرد. فهمتوا؟ كيتغير فقط الشكل ديال المفرد. اذا هذا اللي كيتسمى جمع التكسير. وجمع التكسير بالنسبه للاعراب ديالو ان شاء الله غادي نشوفوه دابا، انه الاعراب ديالو ياتي على حسب موقعه في الجمله، ويرفع بماذا؟ يرفع جمع التكسير بالضمه، وينصب بالفتحه، ويجر بالكسره. اذا ما هو شيء ما هو ليس ليس كجمع المذكر السالم ولا مثلا كجمع المؤنث السالم اللي كيترفع بالواو ويتنصب ويتجر بالياء، وكذلك جمع المؤنث السالم اللي كيترفع بالضمه وينصب ويجر بالكسره النائبه. اذا هذا جمع التكسير فقط هو التغيير اللي كيميزوا على اللي كيفرقوا على جمع المذكر السالم، انه هو المفرد ديالو يتغير، تغير صوره المفرد ديالو، يعني المفرد ديالو كيتغير في الجمع بخلاف جمع المذكر السالم يسلم المفرد ديالو من التغيير. وكما قلت جمع التكسير ياتي على في على زعما الصوره، ياخذوا صوره اوزان مختلفه، عنده بزاف ديال الاوزان، بزاف بزاف ديال الاوزان، ما كيجيش على وزن واحد كل كلمه والوزن اللي كيجي عليها الجمع ديالها. نمر الى الحاله ديال الاعراب ديال جمع التكسير. هنا غنشوفوا واحد الحاله ديال الاعراب، هنا نموذجنا فهم التلاميذ الدرس، فهم التلاميذ الدرس. اذا فهم هنا قبل ما نبدا الاعراب، هنا هو هنا جمع التكسير هو تلاميذ
نبدو المفرد ديال هو حسن جدا. التلميذ لا تلميذ في حالة اسم النكرة، هنا التلاميذ الدرس، هنا فهم وفعل، فعل ماض مبني على الفتح، فهم كما تعلمون هذا هو الإعراب ديال الفعل الماضي في ضمير هو، فهم التلاميذ، التلاميذ هو جمع، جمع ولكن واخا جمع كيتعرب إعراب يعني إلا كان في حالة الرفع، جمع تكسير إلا كان في حالة الرفع يعني كي بالضمة، إلا كان في حالة النصب بالفتحة، إلا كان حالة الجر بالكسرة، يعني ما عندوش هو يعني كيتعرب يترفع بشي الواو ولا شي ياء، كيترفع بالواو بتاعها عفوا، يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة كجميع الكلمات اللي على حسب الموقع ديالو في الجملة. عندنا فاعل مرفوع، حنا دائما كنعرفوا بأن الفاعل يكون مرفوع، فاعل مرفوع بماذا؟ بالضمة الظاهرة على آخره، مفهوم؟ عندنا الدرس، الدرس مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره، إذا هنا غير بغيت نوريكم بأن واخا هو جمع تكسير أما الإعراب ديالو كيبقى يعني بحال كلمات الأخرين العاديين، إذا نمر إلى نموذج آخر. عندنا هنا نموذج آخر للإعراب. علاش كندير هاد النماذج؟ باش كتعرفوا بأن هاد النموذج فيه جمع التكسير، باش كتعرفوا أن جمع التكسير كيتعرب على حسب الموقع ديالو في الجملة، كيتعرب إلا كان مرفوع كيتعرب يعني مرفوع بالضمة، كان منصوب بالفتحة، كان مجرور بالكسرة. هنا كتلاحظوا أني كتب كما قلت كتب فعل ماضي نعم مبني على الفتح، مبني على الفتح. الطلاب، هذا الطلاب هذا الجمع المفرد ديالو شنو هو؟ هو الطالب، إلا كان طلاب طالب، إذا الفاعل لاحظوا مزيان كيف يكون الفاعل، كيف يأتي الفاعل؟ يأتي مرفوع، وهنا عندنا الطلاب بالرغم أنه جمع فإنه يعرب يرفع بالضمة، فاعل مرفوع بالضمة عفوا ظاهرة على آخره. الدروس كذلك الدروس، هذا جمع ديالو شنو هو المفرد ديالو؟ هو الدرس، لا درس. الدروس لاحظوا معايا مزيان، هنا جاء مفعول به ومفعول به كما كتعلمون ينصب بالفتحة، بالرغم أن كما قلت أن جمع التكسير جاء هو جمع، ولكن هو كيتعرب ككلمات أخرين عادية على حسب الموقع ديالو في الجملة، وكيتنصب كما قلت بالفتحة. مفعول به منصوب بماذا؟ بالفتحة يعني ظاهرة، بالفتحة الظاهرة على آخره. من حرف جر، هذا حرف جر. الكتب، شوفوا مزيان الكتب بما أنه اسم مجرور وجاء هذا جمع تكسير، اسم مجرور جاء مكسور، اسم مجرور بالكسرة ظاهرة على آخره. إذا أنا بغيت غير نبين لكم لأن جمع التكسير هو يرفع جمع التكسير بالفتحة، عفوا جمع التكسير يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة، والخلاصة أن جمع التكسير هو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين، وهو الفرق بينه وبين الجمع المذكر السالم والجمع المؤنث السالم أنه المفرد ديالو يتغير ويأخذ أوزان، صورة ديال أوزان مختلفة. جمع التكسير ما كيجيش على وزن واحد، مثلا هنا جاء طلاب، هنا جاء دروس، كل كلمة على حسب كتجيب الوزن ديالها كتختلف على الكلمة الأخرى، والاختلاف اللي كيكون بالنسبة لجمع التكسير كما قلت أنه إما تزاد حرف، إما كتنقص عنده حرف، إما كيتغير غير الشكل ديال الكلمة، وهو كيحتفظ في الإعراب ديالو، كيحتفظ يعني بالضم يعني كما قلت بالرفع بالضمة في حالة الرفع، بالفتحة في حالة النصب، وبالكسرة في حالة الجر. وكذلك معلومة أخرى أن جمع التكسير ما كيشترطش أنه يكون غير يعني مذكر، حتى المؤنث كتجي فيها جمع التكسير. مثلا نعطيكم أمثلة ديال حديقة، هذا مفرد مؤنث ولكن غنديرو الجمع ديالو كنقولو حدائق، إذا تاهي حدائق. مثلا مدينة ما كنقولوش مدينات كنقولو مدن، إذا هذا هو الشرط كذلك اللي كيجي
لكي يوقع في جمع التكسير. إذن كنتمنى تكونوا فهمتوا هذا الدرس ديال جمع التكسير، ونتمنى أنكم تفرقوا بين جمع التكسير والجمع، يكون في عندكم واحد دابا واحد يعني توضح لكم الصورة ويبان لكم الفرق بين جمع المذكر السالم والجمع المؤنث السالم. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى حصة مقبلة بحول الله.